أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجهر جديد، الأخ آدم، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي آدم. أهلا وسهلا بك جان حبيبي، سعيد بالظهور معك اليوم. تسلم يا طيب، تسلم. آدم، يعني نحن بنعرف البرنامج ومتعارف عليه بالبرنامج، انه بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، لو تفضلت البداية. تفضل. آدم من العراق، 26 سنة، خريج بكالوريوس ومن خلفية إسلامية والآن ملحد. أكيد أكيد، وأنا أحييك وأشجع كل الملحدين وأحيي كل الملحدين من خلال هالإطلالة معنا. يعني حبيبي سلمى، أخي آدم، خلينا نبدأ من البدايات، من البدايات مثل ما بنعرف الطفولة، نعم، كيف كانت مع الدين، كيف كانت عائلتك تعاملك دينيا، خلينا نقول، والجيران، المجتمع الديني عموما لما بطفولتك، يعني وقت تربيت فيه. تفضل. الطفولة روتينية، يعني مثل كل أطفال اللي ينولدون في بيئة إسلامية في بلدان إسلامية، أنه أنت لما توعى الدنيا أنه أنت خلاص هذا دينك، وتلقى آبائك وأهلك أنهم على هذا الدين، فأنت تعيش هذه الأجواء وتعيشها وتؤمن بها لا إراديا، وتعاصرها بأشياءها السلبية والإيجابية. فهي يعني طفولة تقليدية في بيئة إسلامية وفي بلد إسلامي، يعني مثل كل اللي ينولدون في هذه البيئة مشابهة. يعني طيب، عائلتك كانت متدينة ولا وسط ولا عادي، يعني ما كان فيها؟ عائلتي كانت مو متدينة جدا، يعني تقدر تقول متدينة بالاسم أو من المسلمين المنفتحين، أو احنا نطلق عليهم الان تسمية مسلمين كيوت، اللي هم اللي ياخذون الوجه الجميل للاسلام، اللي كله يتصورون انه الاسلام رحمة وكل شيء جميل وشيء انسانية، على عكس ما هو يعني موجود. يعني اكيد. ادم، ايمتى اول مرة صليت؟ رحت على الجامع مثلا مع ابوك، مع اخوك، مع احد من الافراد العائله وصليت وصرت اصلي وعلموك على الصلاه؟ تفضل. اذكر طفولتي انه كنت اروح على الجامع وملتزم، تصوم من انا صغير، يعني من عمري تقريبا 9 سنوات، يعني كنت اروح على الجامع بدون ما احد يروح معي، انا اروح اصلي واقيم فروض، كنت أحب هذا الشيء يعني، ولأنه تعرف البيئة توصل إنه الطفل، يعني خصوصاً مرحلة النشأة هذه، توصل إلى إنه يبدي يحب هذه الأشياء، يحب يجربها، يحب يلتزم بها نوعاً ما، يشوف اللي أكبر منه، يشوف الناس اللي محيطين به، فيحب يكون يتواصل ويجرب هذا الشيء، فكنت أروح للجامع وأصلي وأصوم. لما كنت تروح على الجامع آدم، يعني مثلا تعرف كله ذكر الله ومحمد ودين، وفي أجواء خاصة بالتقديسية، يعني شو كنت تحس، شو كنت تفكر بالله، كيف كنت تشوف الله؟ كنت يعني صراحة الصورة اللي كانت ترسم في ذهني صورة يعني خيالية، صورة يعني تفسرها بمشاعر، مشاعر يعني مشاعر صادقة هي كانت، انه انت تحس انه في اله ومحيط بيك وفي نبي كان، ويعني من هذه الامور، انه مشاعر يعني مشاعر قوية كانت، فاتصور انه الاله يعني فشي محيط بالناس، محيط بال كل الوجود، وانه يرعى الناس، مثل هي الصورة اللي مرسومة يعني.
أكيد أكيد الصور اللي هي توصلنا يعني من خلال النصوص، من خلال الروايات اللي تتردد على مسامعنا. طيب آدم، خلينا مرحلة الطفولة تميت فيها متدين بهالقدر هذا، لبين ما وصلت مرحلة المراهقة. أكيد مرحلة المراهقة هون في أسئلة حقيقية تجي على الإنسان، يعني عود بيتساءل فيها بشكل منطقي عقلاني، يعني لأنه عقله إنسان الجسد بيكتمل تقريبا، يعني فبتبدأ الأسئلة هي دور بذهن الإنسان. شو أهم الأسئلة اللي كان دور بذهنك بهالمرحلة هي، وكيف كنت تعالجها؟ طبعا مرحلة اللي بعد الطفولة طبعا هي تكون مرحلة في عند كل إنسان تكون مرحلة ابتعاد يعني عن هذه الأمور، لأنه الإنسان من يبدي يراهق يبدي يعني يتجه لغير أمور. لكن هناك يعني في أسئلة تتردد، كانت يعني لما أشوف حادث مثلا شخص يموت أو طفل يموت أو في كارثة، أقول يعني ليش إنه هذا الرب ولا الرحيم ليش ما رحمهم، يعني ليش ما خلى هذا الطفل ما يموت أو يموت بطريقة يعني أسرع من هذا أو يرحم به بطريقة أو بأخرى. فمثل هذه الأسئلة بدأت تتردد، لكن في البداية كنت أواجهها بالنسيان، يعني أواجهها بأنه عدم الاكتراث، يعني عدم التفكير بصورة كبيرة، يعني إنه أنسحب لما أشوف إنه ما في إجابة، يعني أحاول أنسحب أو أنسى، أو يعني أقول إنه هذا الشيء لازم إنه أنا ما أفكر به، لأنه التفكير به يمكن حرام أو يوصلني النتيجة يعني سلبية، فأبتعد عنه إلى إنه عبرت مرحلة المراهقة يعني، وبديت إنه يعني بازدياد الثقافة والقراءة بدأت تتوضح الأمور أكثر. وصلت لمرحلة الإيمان مثلا الكلي، الإيمان بعد هالمرحلة هي وصلت لمرحلة إنك تواظب على الالتزام، خلينا نقول الالتزام بالدين، ملتزم نعرفه هلا يعني. الالتزام يعني بعد مرحلة الطفولة ما التزمت بشكل كبير، يعني كنت ملتزم مثل أكثر الناس حاليا اللي هم يلتزمون مثلا بشهر رمضان، بعد رمضان تلقاهم متجمعين على محلات الخمور، يعني كنت هيك شيء يعني ما ملتزم بشكل قوي، أو ما ظليت أصلي لمدة سنين يعني متواصلة، لا ما التزمت. يعني حسيت إنه بدأ تقديس الدين يقل عندي، ما كان التزام قوي ولا إيمان تام، يعني بدأ يخف. طبعا هو شهر رمضان شهر الاكسجين الاسلامي يعني. طيب ادم، خلينا ندخل مرحلة، مش اصلا لك ملحد انت؟ نعم، مش اصلا لك ملحد المدة تقريبا من سنة 2012، 2012. 2012 صارحت نفسي يعني انتهى. طيب خلينا نبدأ مرحلة الشك، كيف بلشت بالشك؟ كيف الأسئلة هي اجت لعند صرت تتساءل فيها بتشك؟ طبعا يعني مثل ما اسلفت انه زيادة الثقافة وزيادة القراءة، لما انت تشوف تبدي الأسئلة المنطقية انه تتراوح لذهنك، يعني لما اني اقرا مثلا ملحمة جلجامش، يعني ملحمة اسطورية معروفة من ملحمة سومرية، يعني من الأسلاف السومريين في العراق، لما تقرأ ملحمة جلجامش مثلا إنه تشوف قصة الخلق، بداية الخلق، وكيف إنه جلجامش وأنكيدو، يعني لو المشاهدين يرجعون يقروها أو يبحثون عنها، إنه كيف إنه جلجامش أرسل الأنكيدو فتاة إنه حتى تغويه، وهو كان خلقة الآلهة في حديقة اسمها حديقة عدن اللي هي جنة عدن. فتشوف الأسطورة إنه هي نفسها الرواية الدينية، هذه الأسطورة قبل 5000 سنة
والدين قبل 1400 سنة اللي هو الدين الإسلام. نفس الرواية لما تروح على مثلا أوتما بيشتم اللي هو شخصية أيضا في ملحمة الجلجامش، تلقاه هو نفس النبي نوح. طيب زين، هذه مثلا هذه أحد الأسباب اللي تعطيك صدمة، خليك تتساءل يعني شنو هذا التشابه. لما تقرأ مثلا عن الدين الزرادشتية بلاد فارس، تلقاها انه هي نفس الدين، يعني اوقات الصلاة 5 والصيام والاله الواحد ونفس الرواية، وهذا سبق الاسلام. لما انت تعرف انه ما في يعني سماوات 7 اللي هي مذكورة، طيب انت شلون يعني لمن تصدق؟ تصدق العلم ام تصدق الدين؟ فتبدي تنخلق هاي الاسئلة المنطقية، تبدي تراود فكرك، لازم تختار في النهاية، يعني لازم توصل للحل، لأنه أنت ما يصير تظل متشتت. فمن هذه الأمور بدأت تزايد. طبعا هي الأدلة يعني ما لها عدد، ما يعني اللي توصلك للتشكيك بالدين، بس من خلال هذه الأمور يعني بدايتها شوية شوية تبدي إنه أنت تعرف إنه يعني تتوصل إلى بداية الإلحاد يعني. فأنا نفس الحالة من بداية زيادة الثقافة بدأت تتوارد الأسئلة إلى ذهني، إلى حد إنه خلاص يعني وصلت للنتيجة يعني. أكيد أكيد. طب خلينا نقول آدم، الفيسبوك، الإنترنت عموما يعني اليوتيوب، ساعدتك شيء بتزويد ثقافتك، بفهمك للدين، بفهمك هالمسائل الغيبية هي بدون يعني تعب زيادة أو شيء من القبيل؟ تقريبا أغلب معلوماتي يعني هي عن طريق الإنترنت، يعني أغلب معلوماتي حتى الكتب اللي أقرأها يعني أقرأها إلكترونيا يعني من طريق الإنترنت. تابعت يعني تقارير وثائقية كثيرة عن خلق الكون، بداية الكون والكواكب والمجموعات يعني كيف تشكل الكون، كيف كانت الحياة، نظرية التطور، كل هذه الأمور تابعت على الإنترنت. يعني هو الإنترنت كان المصدر الأساسي. طب شو رأيك بالشيوخ اللي بيقولوا إنه نظرية التطور غلط؟ يعني أعتقد إنه هو في يعني بالنسبة لي أنا، الشيوخ واللي يسموهم يعني علماء الدين هم على نوعين يعني، أما يكونون هم أو يعني أغلبهم يكونون هم ملحدين الصور، لأن هم يعرفون، هم متعمقين بالدين فيعرفون إنه هذا الشيء، لكن هم متاجرين يعني. فاللي عنده تجارة لازم يحافظ عليها، فهو لما يقول إنه نظرية التطور خاطئة وغير صحيحة وهذا، هو عنده تجارة يحافظ عليها، لأنه هو تجارته إنه يبيع الدين للناس. فكيف يدمر السلعة مالته؟ هي تجارة قاتلة مربحة، تجارة مربحة. احنا يعني انا من العراق، احنا انا بلدي خرب بسبب الدين وباسم الدين يعني. حاليا داعش اضافة الى اكثر من 150 فصيل مسلح كله باسم الدين، جند الله، احفاد الله، القائمين باسم الله، كل الله الله، وتشوف حال البلد يعني انتهى. حالة مزرية للأسف الشديد، وهي بلدي كمان نفس الشيء يعني، ما فرقت كتير بصراحة يعني. برأيك أدم، يعني هل الحروب اللي عم بتصير هي شو السبب الرئيسي؟ خلينا ندخل جذور المشكلة في هاي. والله يعني الحروب قصدك في المنطقة العربية والدول الإسلامية؟ أين سوريا والعراق؟
والله يعني انا اعتقد انه يعني باعتقادي انه الابعاد ابعاد سياسيه، لكن الوسيله كانت وسيله الدين، يعني هي كانت وسيله جدا مناسبه وجدا سهله للتدمير. فمن خلال الدين، هي الدين كان الوسيله للتدمير، يمكن الابعاد سياسيه، يعني مثل ما نقرا عنه مثلا الحرب العالمية الثانية، أبعاد سياسية، أقطاب عالمية تتصارع بينها، لكن الوسيلة والوسائل المستخدمة خصوصا في المنطقة العربية الإسلامية كانت وسائل إسلامية بحتة، مثل داعش والنصرة وغيرها من الأمور، التحفيز باسم المقدسات وباسم الأضرحة وباسم الأئمة وباسم فكانت وسيلة سهلة ورخيصة، رخيصة بالنسبة للقائمين عليها، أنه خلى في دول يعني خلت ناس تقاتل بدلا عنها باسم الدين يعني. فهذا اللي صار، وطبعا القتال باسم الدين كله هو قتال لحد الموت يعني، كله تكفير. طيب برأيك هلا نقول مثلا لو ما في دين، ما في مسألة الدين بالموضوع، يعني خلينا نقول الشرق الأوسط، سوريا والعراق، شعب مثقف ملحدين يعني بيعتمدوا على العلم، برأيك هل ممكن إنه هل الأقطاب الدولية هي ممكن تستعمل هالشعوب هي، ولا صعب استعمالها برأيك؟ صعب جدا استعماله لو كانت بدون هالتعمق بالدين، واحنا ما يحتاج نفرض فرضية. ممكن مثلا بالعراق، نرجع لتاريخ العراق في سنة الستينات والعهد الملكي، ستينات والسبعينات من القرن الماضي، لو نرجع ونقرأ ونشوف ان كان العراق متطور جدا، كان العراق شعب يقرأ منفتح مثقف جدا، صعب عليه انه تسيطر عليه بهذه الطريقه مثل ما نشوف الان. حاليا الشعب كله يعني عسكره، كله متعسكر باسم الدين، فاعتقد كان يكون صعب جدا. يعني برأيك إنه الشعب المثقف صعب تسيطر عليه أو صعب اكيد تستعمله اكيد في حروب ما لا طائل، يعني مثل لا حروب شك، الطائل، نفس لا الشيء شك. يعني بكل تأكيد، يعني بكل تأكيد. طب خلينا نصل لمرحلة، أنت وصلت لمرحلة إنه أيقنت إنه ما في ديانات، نعم. فكرت قصدي بالإسلام، أنت أيقنت إنه الدين الإسلامي غلط مثلاً، فكر شيء تعتنق بديانة أخرى، تبحث بديانات أخرى، عسى ولعل يكون في إله يعني. لا لا لا، ما فكرت، لأنه عندما يعني مثل من أيقنت أنه الدين الإسلامي يعني غير صحيح، مقتبس من أديان أخرى، مقتبس من أساطير أخرى، من نفس الشيء الديانات الباقية، يعني أنه هي أيضا مقتبسة، وأيضا فيها شهدت حروب، يعني المسيحية في أوروبا شهدت حروب دامية، أيضا اليهودية، في كل الديانات يعني أنه هي تعاني من مشاكل وتعاني من سلبيات وتعاني من أخطاء ممكن تؤدي بنا إلى نفس النتيجة، يعني أنه هي غير ديانات غير صحيحة وغير قادمة من إله يعني، فما حاولت ولا خطر في بالي يعني. بدي اقول لك، لما وصلت لمرحله الحدث 2012، حاولت بشكل من الاشكال تجهر بالحادك قدام الناس، اهلك، رفقاتك، باحاديث معينه، بتلاميح حتى. تفضل. والله طبعا في يعني اهلي تدريجيا بداوا يحسون بهذا الشيء، وبالنهايه انهم عرفوا انه يعني ملحد، فما كان يعني يعني المقربين مني عرفوا هذا الشيء، وما كنت احاول اضمه.
شيء كان واضح يعني. لكن بالنسبة للمجتمع، لا طبعا المجتمع يعني في حالة انه عرف في المجتمع بيك انه انت ملحد، فتتعرض للخطر يعني، تتعرض لخطر القتل والتصفية يعني. أكيد أكيد. آه طيب، هلا أنت شخص ملحد نعم وشايف اللي صاير فينا بهالحروب وهالتخلف والانحطاط، يعني انحطاط أخلاقي أكثر، يعني ما بعده انحطاط هالكذب وهال، برأيك أنت كملحد بتشوف إنه واجبك توعي هالناس هي، تفهمها إنه نحن يعني في ذيل الأمم وأخلاقنا منحطة وثقافتنا منحطة، ونحن بدنا الدين هذا الغيبيات، خلينا نقول إنه هو سبب رئيسي في هالانحطاط، يعني بدك تفهمهم إنه هالأشياء هي كلها اللي ماشيين عليها غلط بغلط، وكيف طبعا نفهمهم يعني؟ أكيد. تفضل. وهذا أحد يعني هذا سبب ظهوري يعني بالبرنامج معك. إضافة إلى هذا أنه أنا مشارك في عدة جروبات منتديات فيها يكون نقاشات يعني عن الإلحاد وعن الديانات، ودائما أحاول أنه أوصل فكرة يعني، ما أحاول أنه يعني أكون كلامي لعن او سب او انتقاص، لا انما اوصل الفكره اللي من خلالها انه انا توصلت للالحاد او عدم الايمان بالاديان. فطبعا احس انه هذه مهم مسؤوليه يعني، انه لازم انت تطرح هذا الشيء على الباقين عسى ولعل انه يتخلصون يعني من هذا الايمان اللي يعني أدى بالإنسانية إلى آسف كثير. طيب طب معنا اتصال، يعني أنا اتفضل جانو. آسفين، كان لازم أقول إنه بدي أفتح السكايب بس اجت. تفضل جانو. تحياتي حبيبي جان وللأخ آدم. ما راح أتطرق على المواضيع الدينية فقط، في لما تكون في ضيف بدي أحب إنه أسأل أسئلة شخصية مشان الأخوة المستمعين مشان يعرفوا سبب الإلحاد بالضبط، شو هي الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد. فسؤالي الأخ آدم، شو هي أهم نقطة اللي صار في حياتك مشان تترك الدين، الأديان كاملة، المنجم الإسلامي بالأخص؟ تفضل تفضل آدم، شو هي أهم نقطة صارت حولتك من الإسلام للإلحاد مثلا؟ خلينا نقول مثل ما أسلفت إنه هي ما في نقطة أو يوم محدد إنه هو حولني هذا التحول الكلي يعني، لكن يعني يعني فهمت سؤال الأخ إنه يريد فد علامة فارقة إنه أثرت بي بشكل كبير. فيعني العلامة الفارقة إنه أسمع دائما إنه يعني بديانتنا إنه الإله قريب، الإله يستجيب، الإله رحيم. فأنا يعني بأحد الأوقات تعرضت إلى ظروف جدا جدا صعبة يعني، جدا صعبة. ف يعني في وقتها كنت مسلم يعني، لازلت مسلم يعني. فدعيت بشكل يعني قوي جدا يعني، ما بعد من قوة وتضرع وطلب بشكل كبير بهذا الدعاء، انه دعيت وردت انه شيء ينقذني من الآن بي يعني. فأنا يعني شلون انت، احنا عندنا مثل يقول لو تتكلم مع صخرة كان الصخرة نطقت، لكن انا بالنهاية ما حصلت شيء يعني، الا اني نقذت نفسي بيدي يعني. فخلينا نقول انه هاي كانت يعني علامة فارقة ايضا اثرت في بشكل كبير.
جانو في عندك أي سؤال تاني؟ السؤال الثاني الحالة النفسية بعد وقبل، الحالة النفسية والعقلية يعني بعد ترك الإسلام. وشكرا. شكرا لك جانو، شكرا لك. طيب يعني سؤال كثير منطقي أخي آدم، إنه مين كان هو آدم قبل الإلحاد بس كان مؤمن، أو حتى إذا مؤمن ومكترس يعني، وآدم بعد الإلحاد يعني. هلا مثلا بالمسلمين أو كل المؤمنين عموما بقول لك إنه الإيمان بيعطيك راحة نفسية. نعم. هالشيء هذا صحيح ولا غلط يعني؟ شو كنت قبل الإلحاد وبعد الإلحاد؟ في راحة نفسية بالإلحاد ولا لا؟ ولا بالعكس الإلحاد مثلا بيخليك مثل ما بقولوا مشغول فكريا على طول؟ تفضل. يعني قبل الإلحاد كنت يعني أعاني من عدم واقعية، يعني بنسبة معينة عدم واقعية، إنه في اتكال لنسبة معينة على 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 الإله يعني، أو إنه الله، مثل ما نسمع إنه الله كريم، الله يبطيك، الله يبعث لك، الله الله الله. ف يعني هذا اللي كان عندي، يمكن نسبة من الارتياح والطمأنينة نسبة قليلة، لكن بعد ما أصبحت ملحد إنه صار إنه عندي أكثر واقعية، أصبحت أفكر يعني بشكل أكثر يعني بحياتي مستقبلي، إنه خلاص إنه أنا لازم أنا اللي أصنع الحياة النفسي، أنا أصنع التغيير، مو إنه الله يبعث لي والله ينطيني هو. فهي هاي النقطة، إنه لكن كارتياح يعني ما فرق كثير يعني، انه تقبلت الامر، وايضا حاليا انا مرتاح ايضا يعني، ما فرق ذاك الشيء، ما فرق الفرق الكبير يعني. طيب شو رايك بالموت، الموت وما بعد الموت مثل ما بقولوا يعني؟ سؤال حلو يعني، هذا السؤال لكن عندي اجابه عليه يعني، يمكن اجابه خلينا نسميها قويه. تفضل. في ناس يعني تسألك عن الموت، إنه شو اللي حيصير بعد الموت، طبعا أنت إذا متؤمن شو حيصير بيك بعد الموت؟ جوابي سهل يعني، إنه اللي حيصير بيك بعد الموت مثل اللي يصير بيك قبل الولادة يعني. أنت لو مثلا ولدت في سنة 80 نفرض، يعني مواليدك 80 1980، شو كنت تحس في 1975 يعني؟ أنت كنت ما موجود. فهذا اللي حيصير بيك بعد الموت، إنه أنت ايضا ما موجود ولا بكيانك ولا بشخصك ولا باي شيء. طيب برايك شو سبب تعلق انه بعد الموت؟ هلا المؤمن بيقول لك بعد الموت لازم يكون في حياه، يعني شو السبب التعلق هذا بالحياه يعني؟ لانه اعتقد لانه الانسان يعني صعب عليه انه يتصور انه هذا الكيان وهذا الفكر وهاي الشخص بكيانه بتفكيره موجود بتصرفاته بحركاته بكل شيء انه حيختفي. فيعني صعب عليه انه يتقبل هذه الفكره. اعتقد انه هذا السبب. بكل تاكيد. بدي اسالك سؤال، انا الارهاب اللي شايفينه هالايام هي ادم، يعني هل هالمنظمات الارهابيه شايفينها يعني عم تكتر مثل الامل من كثر يعني، مثل الجراد خلينا نقول، برايك لوين بده يوصل يعني بالنهايه؟ هل ممكن يعني انه يقضوا على كل شيء اسمه ديمقراطيه وكل شيء اسمه مثلا علمانيه ويسووا دوله منشوده مثلا الخلافه المنشوده ويسيطروا على العالم؟ والله في حالة يعني عدم محاربة هذا الفكر بالفكر، يكون المحاربة يعني المواجهة بالفكر أهم من المواجهة المسلحة، لأنه لما أنت تقضي على مثلا داعش الآن، كان قبلها طالبان وقبلها القاعدة أيضا قضوا عليه وانتهت، لكن
يخرج جيل جديد يمكن محدث يعني. فإذا هذه الجماعات الإرهابية والمسلحة والأفكار أفكار إقامة الدول والخلافات إذا ما تحاربت حرب فكرية أو تواجهت مواجهة فكرية، أعتقد إنه هي راح تضغى يعني أكثر وتزداد جرائمها. وحاليا احنا نشوف يعني هذه الفترة الماضية يعني وصلت الجرائم إلى أوروبا وإلى يعني دول أوروبية خلينا نقول منيعة يعني، لكن بدأت توصل يعني هذه العمليات الإرهابية وعمليات القتل، وهي بالتالي يعني ضد الإنسانية. الإنسان حر يعني، هو حتى في الدين يعني لو أنت ترجع تناقش شخص بالدين إنه هو المفروض إنه الإله هو اللي حاسب يعني، ما أعرف هم ليش يعني يؤمنون بدين ويخالفوه يعني، هو الإله اللي حاسب المفروض هو اللي عنده جنة ونار ويشوي الناس بالنار أو يخليهم بالجنة، لكن هم يحاسبون هنا يعني ما أعرف شنو، فلازم نوعيهم يعني وإلا النتيجة مثل ما نشوفه أكثر. أكيد أكيد. طيب شو بتقول بشخص مثل الشيخ الأزهر هذا اللي راح على ألمانيا قال الإسلام ما فيه حد رده، وصار يجيب لك كلمة من هون وكلمة من هون حتى بس يدافع عن الإسلام، وبعد ما رجع على مصر وشفناه كلنا التصاريح إنه لازم الملحد لازم يقام عليه الحد وفي حد الرده ما هو يعني شيء أساسي بالإسلام، شو بتقول بهال الانفصام بالشخصية خلينا نقول يعني، بيطلعوا على الغرب كأن الغرب يعني إذا سوا مثلا الشيخ الأزهر حكى كلمة بمصر ما راح يسمعوه يعني، وهالوقت هذا كل شيء مسموع يعني، فشوف شوف شوف كيف بتفسر هالانفصام هذا؟ والله في الحقيقة هذا مو يعني ما أفسر إنه هو انفصام، بالعكس هذا شخص يعني مثل ما سبت انه هو تاجر يعني تاجر، هذه سلعته يحافظ عليها يعني كل الوسائل، وهو يعني يتيح لنفسه كافه الوسائل المشروعه والغير المشروعه، انه بالكذب والنفاق وانه يكون اكثر من وجه واكثر من تصريح واكثر من موقف في سبيل انه يحافظ. راح لأوروبا أبرز الوجه السمح والوجه الطيب، رجع أنه حتى يرضي أتباعه ويرضي أنصاره أنه أبرز الوجه اللي الصارم والوجه الحدي، فهذا تاجر يعني، هو هذا تاجر يحافظ على سلعته وتاجر غير شريف، لأنه لو شريف كان تبع خط يعني خط أخلاقي، الأخلاق ما جاية من الدين، الأخلاق جاية من طبيعة الإنسان، من فطرة الإنسان الأخلاق، كان تبع خط أخلاقي يعني في تعامله، لكن هو حتى الأخلاق يمكن ما أعتقد عنده، لأنه بهاي المراعاة والنفاق ما أعتقد أنه يكون تمتع بالأخلاق. أكيد أكيد. أنا برح أرجع للأخلاق، بس عندي سؤال، برأيك هل الأزهر مثلا والحوزة هل تجمعات ما بعرف شو أسميهم صراحة يعني مراكز القوى الإسلامية خلينا نسميها التعليمية مثلا الوهابية هي بالسعودية، الحوزة بالعراق وإيران وهالمناطق هي والأزهر، بتعتبرهم شكل من أشكال الإرهاب، هي بؤر إرهابية خلينا نقول منبع للإرهاب، وكيف ممكن نواجههم يعني؟ تفضل. بالحقيقة يعني هو الفكر الديني بشكل عام أين ما يتواجد وأين ما يتصدر من أي مكان، هو هذا يعتبر بداية لمشروع إرهابي، لأن الإرهاب موجود ضمنا بالدين، موجود ضمنا يعني في حدود، في آيات تحرض على القتل، في حدود رجم وحدود رد وحدود إلى آخره يعني، فأي أي مكان يكون يتداول به هذا الفكر ويصدر أنه هو هذا المكان يساهم بشكل أو بآخر
انه يصنع جيل ارهابي او مجموعه ارهابيه او مجموعه قتله. فالحرب او مواجهه هذا الشيء مو مواجهه هم نفسهم يعني نواجه مثلا الحوزه او نواجه الفكر الوهابي بالسعوديه نفسه، لانه هم ناس يعني يمكن يعرفون انه هذا الشيء، يعني يعرفون هذا يؤدي الى الارهاب، هذا الفكر يؤدي الى الارهاب والتطرف، لكن هم مؤمنين به يعني. لكن احنا نوعي المواجهه ان نوعي البشريه، نوعي الناس، ان نعطيهم الادله العلميه، نعطيهم الادله الفكريه، نعطيهم التاريخ، ندلهم على الطريقه الصحيحه حتى يتوعون، بحيث انه ما يتاثرون بهذا الفكر لما يصدر لهم، حتى لا يكونوا مشروع لجماعه ارهابيه او مجموعه ارهابيه. اعتقد انه هاي الطريقه الاصح يعني. اكيد صديقي. طيب خلينا نرجع لموضوع الاخلاق. انت ذكرت الاخلاق، بصراحه يعني عندي هيك تساؤلات كثير بالنسبه للاخلاق. وعلى فكره يوم السبت راح يكون عندنا حلقه خاصه مع الدكتور جورج عن موضوع الاخلاق. نعم. آدم، الأخلاق يعني الديانات عموما أخذت الأخلاق كشيء رئيسي في دعوتها لهالأوهام هي. يعني خلينا نطرح السؤال كالشكل التالي، على الشكل التالي، إنه الإسلام بما إنه مجتمعنا الأغلبية الساحقة مسلمين، هل الإسلام حقق شيء أخلاقي؟ أو قدر يعطي معنى للأخلاق؟ يعني في آية هاي بتقول لأنك على خلق عظيم وجئت مكرم مكارم الأخلاق. هل الإسلام بالفعل أثر في الأخلاق وقدر يعطي شيء جيد بالأخلاق، ولا بالعكس، ولا شو وجهة نظرك؟ تفضل. الشيء يذكر الصراحة. إحنا لما نعرض الوجه السيء نعرض الوجه الحسن بروايات، بالروايات الاسلاميه وروايات يعني دينيه واحاديث وغيرها، هناك يعني تلقى يعني اشياء تحث على الاخلاق، اللي هي الاخلاق يعني هي الاخلاق انه هي فشيء عام يعني لكل الناس. يعني احنا أنا الآن أعيش بمجتمع أو بلد أكثريته ملحد، لكن أشوف الأخلاق في أعلى مستويات بدون دين. فالأخلاق موجودة يعني. فنرجع للدين، نشوف بعض الروايات إنه هي مثلا إنه التوصية بالجيران أو احترم أو يعني في روايات انه تحرض على او تستعرض الاخلاق او نوع من الاخلاق او مواقف اخلاقيه. وهاي طبعا دائما يذكروها الناس اللي مقتنعين بالدين، يذكروها او هي شبه متكرره دائما على لسانهم لما يستعرضوا لك الاخلاق. لكن بالمقابل يعني الشيء الاخلاق لا تجزأ، يعني لما انت عندك كم روايه تستعرض الاخلاق، لكن عندك روايات فظيعه يعني تنفي الاخلاق من جذورها ايضا. يعني ممكن تذكرنا كم روايه حادثه يعني ضد الاخلاق سواها الدين الاسلامي خصوصا صار؟ نعم نعم. مثلا يعني لما طفله تتزوج عمرها 9 سنوات، يعني هذا الشيء يعني اين الاخلاق؟ يعني انت ما تخجل من انه انت تواجه المجتمع او تواجه هاي الطفله انه انت مقبل عليها كزوج وهي عمرها 9 سنوات. مثلا لما باحدى الغزوات، لما مرأة انه زوجها واهلها مقتولين وبنفس اليوم انه هي تكون رفيقتك في الفراش، يعني اين الاخلاق بهذا الشيء؟ يعني اين الرحمه؟ اين الاخلاق؟ فهذا الشيء كله موجود يعني بروايات دينيه.
يعني موجود للي يبحث عنه. فأين الأخلاق القادمة؟ طب هلا أنت قلت إنه مثلاً زواج الطفلة غير أخلاقي، يعني بهالمعنى هذا قلته. طبعاً. برأيك كيف خصوصاً بهالعصر هذا، يعني نحن بالقرن 21 2016 صرنا، وناس كتير بتشوف إنه يعني ما في ضرر، يعني بيعرفوا إنه نبيهم تزوج من طفلة وهو كان عمره 53 سنة، الطفلة كان عمره يعني 9 سنين ودخل فيها، وهل وعقليتهم يعني ما عندهم مشكلة بتقبلوها. برأيك كيف هالعقلية بتفكر، كيف بتقبل هالفكرة هاي، مع أنه إذا تجي على الأرض الواقع كل الموجودين الأغلبية الساحقة طبعاً، إلا بقى في ناس قليلين يعني برضو أنه بنتهم تتزوج بالتاسعة، وهذا بصير بالسعودية وباليمن نسمع فيه كثير، بيزوجوهم طبعاً جهلة يعني جهل. بس كيف بتشوف هلا مثلا دكتور ولا مهندس ولا المثقفين اللي يعتبروا مثقفين مجتمعنا يعني من الطبقه الوسطى بيتقبلوا هالفكره هي وما بيناقشوها اصلا، يعني بيعرفوا انه نبيهم تزوج طفله عمرها 9 سنين، كيف تفسر هالعقليه هي؟ طبعا هذا نتيجه التقديس للدين. لما تلقى شخص هو مثقف، يعني مثقف لدرجة معينة، لكن مثلي يعني خلينا نقول مثلي لما ما يواجه الحقيقة يعني يتهرب ويبقى تقديسه للدين، لما يعني هو مثقف لكن بنفس الوقت ملتزم أو يقدس الدين، ما تخلص من تقديس الدين. لما يسمع حديث مثلا نزوجه بالثمان وعليه الضمان، لما تسمع هذا الحديث انه هو من النبي اللي انت تقدسه اللي هو خير البشريه ورحمه للعالمين، فطبيعي يعني تتقبل، يعني انه انت تعتبر هذا كلام من الله او خليفه الله، وانت تقدسه، يعني ما تخلصت من مساله التقديس او التفكير بهذا الكلام، فممكن تتقبله يعني، لانه يعني دائما انا لما اتناقش ويا شخص النقاش يعني يتوقف عند يعني لما يذكر لي انه هذا الشيء مذكور بالقران، يعني نتناقش في شغله علميه في مساله علميه، لما يقول لي هذا الامر مذكور بالقران، فلهنا انا اتوقف، يا اما اطعن بالدين او ابدي اهدم بناء فكر الدين عنده، اما انه خلاص اتوقف. فلذلك هو شخص يقدس الدين ويسمع هذه الروايات وهذه الاحاديث اللي هي منقوله عن النبي المفروض، فشيء طبيعي يتقبل هذا الشيء، لكن هو هذا الشيء اخلاقيا انسانيا ما المفروض، يعني جريمه، هو جريمه حد ذاته اكيد، بكل تاكيد هي جريمه لا تغتفر يعني، وللأسف الشديد للتقديس بيغيب العقول. في عندي تعليق صغير من الأخ هيسر، يعني بصراحة أخ هيسر ما بعرف مضحك مبكي للأسف الشديد، يعني عم بيقول العلماء يقولون الكون سوف ينطوي على نفسه مما يؤدي إلى إمكانية تكوين كون آخر بسبب الانفجار العظيم الذي يسبب انطواء الكون، وهذا مذكور في القرآن، يعني شو تعليقك على هالتعليق هذا؟ والله بالحقيقة أريد أناقش المسألة أنه هو المفروض يذكر الآية اللي ذكرت هذا الانطواء، يعني وفي هذا هو يحب يعني يبحث علميا، يعني خلي يفسر لي هو أين السماوات السبع مثلا، أو الشمس تجري لمستقر لها، خلي يذكرني وين الشمس تجري مثلا، يعني فلما اذا لي يروح للانطواء، يعني الانطواء ممكن بعيد او مستقبلي، خلي يجاوبني على الحال، يعني فاذا جاوبني على هذا نجاوب على الانطواء. كنت اكيد طبعا. انت اخي ادم الخميس الجاي عندنا موعد ثاني مع الاخ ادم، وراح يطرح فيها مساله الاعجاز العلمي، ما هيك؟ نعم نعم. فبنفس التوقيت راح يكون عندنا لقاء تاني مع الأخ آدم،
وراح يطرح فيه موضوع الاعجاز العلمي. وبتمنى من الاخ هيصر يعني اذا بده يحط اسئلته وما في اي مشكله بعدين. يعني انا بصراحه ينطوي ما بعرف يعني يا ريت تقرا وتقرا بعقل يعني يا ريت تقرا بعقل يا ريت انه الناس تثقف علميا يعني لانه احنا ثقافتنا العلميه بما يخص الكون يعني محصوره مثل ما حصرها الدين. يعني الدين حصر الكون خلال الارض والشمس والقمر والنجوم. طبعا النجوم هي مصابيح يعني مثل ما وصف، لكن يعني النجوم هي مجرات عظيمه عملاقه. احنا ما نصير رمله، حبه رمل بوسعها وحجمها واقل من حبه رمل بصراحه. يعني اذا جمعت كل صحاري الكره الارضيه وشواطئها وعديت حبات الرمل اللي فيها ما راح يتجاوز يعني عدد نجوم الكون، والكون واسع الى ابعد. بكل تاكيد. طب خلينا نرجع لموضوع الجهر اخي ادم. يعني كيف خلينا نبدا كيف بتقيم حمله اجهر؟ والله يعني حقيقة يعني حملة الجهر أعتبرها ثورة فكرية، وثورة فكرية شجاعة. يعني لأنه إحنا في مجتمعاتنا وبلداننا إذا أردنا الإصلاح وإذا أردنا في اليوم من الأيام نشوف إنه بلداننا متقدمة، بلداننا منفتحة، بلداننا إنسانية، لازم إنه نشجع هاي الثورة الفكرية اللي هي تتكلم عن الإلحاد. الإلحاد مو يعني الإلحاد ليس انحطاط أخلاقي. الإلحاد ليس إنه شخص يتجرد من أخلاقه أو يتجرد من إنسانيته. أو الإلحاد هو مجرد إنه أنت ما عدت مقتنع بالطرح الديني. الطرح الديني إنه غير مقتنع به. يعني لو أنا الآن إجاني شخص ورجع أقنعني بطرح الديني بأمور علمية، بأمور تاريخية، بوثائق، بأدلة، ببراهين، يعني أنا بالحقيقة ممكن أفرح يعني وأرجع للدين. لكن ما عدت أنا مؤمن بالطرح الديني. هذا هو الإلحاد، أنه أنا ما مؤمن بالطرح الديني، لكن أنه أنا شخص أؤمن بالإنسانية، أؤمن بالأخلاق، وشخص يعني أحاول أكون شخص نافع بالمجتمع وأساعد الغير. هذا يعني الإلحاد مو فد انحطاط يعني مثل ما يحاولون يسوقوه. فأنا أشجع هاي الثورة الفكرية جدا. طيب شو بتقول للملحدين اللي يعني مترددين في إجهار إلحادهم في الحكي، وإنه يحكوا مع الناس إنه الإلحاد هو شكل من أشكال العلم، ويعني مترددين إنه يجهروا، بس أنا بحطوا لهم نيك نيم في الفيسبوك وما عليهم مشكلة. يعني أنا لا أقصد الشريحة اللي بصير عليهم مشاكل، أنا أقصد الشريحة اللي ما عليهم أي مشكلة. إذا صارت مشاكل بسيطة تكون يعني عادية جدا. شو طبعا يعني حضرتك أنت راعيت مشكلة إنه ممكن واحد يكون في مجتمع يعني مجتمع ديني وممكن يتعرض يعني لأمور توصل للقتل مثل ما تعرف. لكن نحن نتكلم عن الشريحة اللي هي في مأمن من طبعا. هذه الأمور. يعني أعتقد إنه أنا أوجه رسالة إنه يظهرون يعني ويشاركون بهذه الثورة الفكرية، لأن هذه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقهم. ما دام إنهم توصلوا إلى هذا الفكر وتوصلوا إلى هذه النتيجة، فالناس البقية يعني لهم حق عليكم إنه توعوهم، إنه تبينون الأمور لهم، تطرحوا لهم الطرح الفكري العلمي حتى في سبيل انه يتوصلون ايضا الى نتيجه. يعني احنا ما نجبرهم، لكن نطرح عليهم هذا الطرح
ممكن كثير من الناس انه يتخلصون من هذا التقديس ومن هذا التقديس الديني اللي ممكن يوصلهم بالمستقبل القريب الى القتل والى التطرف والى دمار المجتمعات مثل ما نشوف مجتمعاتنا حاليا. فانهم هاي مسؤوليه تقع على عاتقهم، شاركوا بالثوره هاي الفكريه واظهروا، خصوصا اذا انتم ما عليكم مشاكل يعني مثل انه تتعرضون الى اضطهاد او قتل او مثل ما شابه هاي المشاكل. اكيد اكيد اخي، بس انا عندي شويه تعليقات بصراحه مضحكه للاسف الشديد. في جلاد اظن الروافض عم بيقول قوله تعالى: ولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانا فتقا وفتقناها رتقا وفتقناها. المهم مهما شو بتقول بهال الفتق هذا؟ والله هو الم ترى ان السماوات كانت رتقا ففتقناهما. لا ما أرى. انا يعني بجواب علي انه انا مشي يعني لم ارى يعني، ويقول الم ترى، انا لم ارى بصراحه، لم ارى بصراحه لم ارى. يعني اذا عندك شيء تراويني، يعني اذا عندك شيء يظهر لي هذا الشيء، انت تقول لي الم ترى، انا اقول لك لم ارى. اذا انت متخيل على رفق اصحاب الفيل. نعم كيف؟ عم بقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ لا لم ارى، يعني عندك يعني مقطع فيديو او اي شيء خليني اشوف يعني. بصراحة انا لم ارى لا اصحاب الفيل ولا اصحاب البقرة يعني ولا اصحاب الجمل، يعني ما شفت فعل ربك باصحاب الحمار حتى. انا يعني ممكن ارد عليه ايضا انه اقول له انت لو افرض نفسك ان ولدت في الهند يعني، ولقيت ابوك او امك يتبعون الديانة الهندوسية، يعني الآن كنت تردد هذه الآية؟ كنت الآن هندوسي يعني؟ وهو بصراحة يعني في صديقنا أحمد زايد بيقول على طول بيردد الجملة هي إنه دينك هو خرافة الآخر، وخرافة الآخر هي دينك يعني. ف انت بالنسبة لك كل الاديان خرافة، كمان بالنسبة لغيرك دينك هو خرافة يعني. انت تشوف نفسك على الحق، كل خرافة بخرافة. وانا يعني اعتب على اصدقائنا المسلمين اللي بيجوا بس بيحطوا يعني تعليقات بلا معنى بصراحة، ما لها معنى وما لها تأثير اصلا يعني. وانا قلت لهم اذا بدكم تعوا ناظرونا وسوينا برنامج يا اخي اذا ما بتقدر ابعت لنا شيخك خلي ناظرنا يعني. عندنا اصدقاء ملحدين ممكن يناظروا يعني هذا تبع الازهر، شيخ الازهر ممكن يناظروا، ما في مشكله. طبعا النقطه اللي اكثر الناس يجهلوها المسلمين يعني بالذات، خصوصا اللي متطرفين يعني، او اللي يواجهون الإلحاد بشتائم وهذا، أنه الحقيقة اللي يعرفوا أنه الملحد مثقف دينيا بشكل كبير، ويعرف الآيات وممكن حافظ الآيات وممكن نتناقش بيها مئات المرات يعني، ويعني يعرف بالدين يمكن أكثر منك يعني، أكثر منك أنت اللي جاي تناقش واللي جاي تدافع عن الإسلام. لكن هم ما يعرفون هاي الحقيقة ويجهلوها، ويجي يقول لك انت ما تعرف شيء عن رحمة الإسلام، انت ما تعرف شيء عن دين الإسلام، لكن هو يجهل انه انا متعمق بالدين اكثر منه، واعرف الآيات اكثر منه، واعرف الأحاديث اكثر منه. فهي هاي المشكلة اللي لازم يستوعبوها يعني. برأيك آدم ليش هلأ الأصدقاء هذول يعني، انا أعلنت على البرنامج وبصراحة ما في حدا يعني، وأصدقائي ملحدين قالوا لي لا تعذب نفسك، ما راح تلاقي حدا ينظرك يعني. برأيك ليش خايفين أو غير قادرين على المواجهة يعني، شو السبب الرئيسي؟
صراحة أنا شفت هذه المشكلة كثير من الناس، إنه كثير من الناس تحسهم هم يدافعون عن الدين لكن هم داخلهم خايفين، خايفين إنه تتزحزح داخلهم أو تتهشم داخلهم هاي الأسطورة، أسطورة الدين والإيمان، هذا الدين الديني اللي انولدوا عليه واللي تربوا عليه، خايفين إنه يتحطم وراها، يخافون من النتيجة، يخافون من بعد هذا الشيء. فلذلك تلقاه يواجه بكلمة لكن ما يلجأ إلى مناظرة كاملة، لأنه أعتقد أنه هو متيقن إذا دخل في مناظرة راح تنهز كل معتقداته أو تتوجه ضربات قوية إلى معتقداته الدينية، وبعدها يعني راح يجهل أنه شنو اللي ممكن يسويه، شنو اللي ممكن، يعني هو خايف 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 من بعد هذا الشيء. فأعتقد أنه في مجموعة من الناس يخافون أنه يواجهون الأمر، يخافون يواجهون. بكل تأكيد بكل تأكيد. وأنا يعني أنا أشجع أصدقائنا المسلمين المؤمنين كان حتى المسيحيين، يعني إنه تشجعوا يا جماعة وتعوا ناظرونا. الفكرة ما هي فكرة مين غالب ومين مغلوب ولا غالب ولا مغلوب، الفكرة إنه نواجه الحقيقة، خلونا نواجه الحقيقة. يعني أنت في داخلك خايف إنه تنهز هالأفكار هي هالتقديس هذا في داخلك، ولكن صدقني يعني مثل الدواء المر، يعني لما الطفل شربه دواء مر يبكي وما بده هالدواء هذا لأنه طعمه مر، ولكن هو دواء بالنهاية. ولما تصل لمرحلة الشك، لما تصل لمرحلة الشك تعرف كينونتك الإنسانية إنه بدأت تفكر، بدأت تتحرر من قيود وهمية ما في، يعني ما شو بسميها، قيود وهمية، وهم مقيدك وخرب بيوتنا يعني للأسف الشديد. طبعا بكل تأكيد. أكيد أكيد. طيب خلينا نشوف، شو رؤيتك لمستقبل الإلحاد، لمستقبل العلم، خلينا نقول المستقبل العلمي، مستقبل الشباب اللي بيدخل على الانترنت. يعني انا سويت مقابلات مع اصدقاء شباب، يعني بيدخلوا لك على الانترنت مثل ما قلت شايل سيفه وهيا الى الجهاد ندافع عن الاسلام، بعد سنه بتلاقي صار ملحد. طبعا وهالحالات هي متكرره كثير بصراحه. من امبارح صديق بعت لي رساله قال لي صار لي يومين ملحد. صراحة بتجيني رسائل كتير من هالنوع، هذا اللي صار له شهرين ملحد، واللي صار له 3 شهور ملحد، واللي أسبوعين. أنا آخر رسالة جتني صار له يومين ملحد. وأنا أشجع الأصدقاء إنه يفكروا بهالموضوع، موضوع الدين، لأنه الدين هو العمود الأساسي لحياتنا وثقافتنا صاير للأسف الشديد. برأيك آدم يعني شو هو هالمستقبل هذا اللي ينتظرنا؟ يعني لوين رايحين نحن؟ شو بنقدر، شو رؤيتك، شو راح نقدر نساوي في المستقبل لمجتمعاتنا؟ تفضل. والله يعني من خلال تجارب، من خلال انه بعض الناس اللي تناقشت وياهم اللي كانوا يدافعون عن فكرة الدين، ومثل ما تفضلت انه انت بعدين ورا شهر او شهرين نلقاه انه صار ملحد، يعني زرع الشك في داخله، بدأ يبحث، وصل لليقين، يعني توضحت له الامور. فمن خلال هذا الشيء انه انا هم صادفتني امور مثل هذا، صادفتني طيب، معنا اتصال من الاخ سالم، تفضل اخي سالم. مساء الخير، تحياتي وشكرا رجل من رجال الرافدين، رجل آخر يطلع يعني يخرج من هذا الظلام إلى الإنسانية وإلى الحرية. سألتهم قبل شوي كما سأل أخواننا المسلمين المؤمنين، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم، جوابي لهم نعم، أنا رأيت،
رأيت الطائرات الاف 16 والسوخوي الامريكية والروسية تدق مواقع الدولة الاسلامية، وكان الله عاجزا عن الدفاع عن دولته الاسلامية. اما الاخ هيصر صديقنا اللي راح يلحد عن قريب، هيصر حبيبي انا شفت انا كتبت لك الجواب، اذا تؤمن بقثم اكيد قثم كان يؤمن بان الارض مسطحه لان عايش في الجزيره بين البحر الاحمر والخليج الخليج الفارسي وليس العربي، وكان هاي نظرته يعني راح تنطوي وتصبح سندويج الارض وياكلها الله سندويج الفلافل. اما المعجزات الاخرى شق القمر والجحوش الطائره غير موجوده لم تثبت علميا، ولا هو جحش واحد جحش واحد يا سال مش جحش يعني لا لا جحش مرسيدس ولا لا لا جحش واحد جحش الطائر هو كان اسمه البراق يا مان. ما خلفش الحمار ده؟ لا 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 هذا ما بيخلف هذا ابتر ابتر مثل النبي صاحبه. وهي ويت ويت في احنا عندنا في حمار تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك هذاك شو اسمه يعفور يعفور هذاك قصة تانية هذاك من هذاك من سلالة الجحش اللي يركبون الأنبياء، فكان نوح أول من ركب الجحش وهذا من سلالته يعفور. أوكي أوكي هذا جحش غير طائر هذا جحش متكلم بس الجحش الطائر الجحش الطائر هو البراق هذاك الجحش المتكلم يعفور. سبحان الله أنا الآن آمنت يعني صارت الحمير والجحوش تتكلم فواحد يتكلم واحد يطير فأنا آمنت يا جان آسف لي اختصاصات اختصاصات يا سال اختصاصات في جحش متكلم في جحش طائر يعني تخصص الشغلة يس حبيبي. وسؤالك كمان للمسلمين مرة أخرى ممكن تورجونا معجزة واحدة حدثت في النهار وكان فيها شهود لو سمحتوا ممكن مظهروا مع صديقي جان حتى بلكي نؤمن يعني ممكن احنا نكون الضالين يو تحياتي لكم جان حبيبي شكرا تسلم سال تسلم شكرا سال لاتصالك شكرا كثير سال انا بتشكر كثير سال. طيب شو 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 بتعلق على حكي سال هذا تفضل. طبعا بالبداية تحياتي الى سال حبيبي شكرا لمداخلتك. طبعا تعليق علي انه هذه هو استعرض يعني مجموعه من الخرافات مجموعه من الخرافات اللي هي خرافه الاسراء والمعراج انه كيف انه النبي صعد على ظهر البراق اللي هو حيوان صعد على ظهره الى السماء السابعه وما ما اعرف ايش يعني انه هاي الخرافه كيف تصدقوها يعني اللي يقهر بالموضوع انه داعش بالموصل حطموا الاثار السومريه انه اللي هي على شكل ثور مجنح انه قالوا لك هاي اصنام. طيب ما انتم عندكم يعني تؤمنون بانه الثور المجنح اخذ النبي يعني صعد للسماء يعني ليش هدمتوا هذا الثور الحجري زين. فهي هو استعرض مجموعه من الخرافات يعني وتحدى يعني لكن نامل انه شخص يطلع ايضا يعني يوجه يناقش ويطرح فكر عسى ولعل انه احنا مثل ما تفضل هو انه نقتنع وانه نتحول يمكن احنا نكون على ضلال يعني وانا ازيد على هذه الروايات يعني اللي خارج عن نطاق العقل لأنه في رواية أنا قرأتها أنه لما كان محمد يعني عمره ثلاث سنوات فكانت اللي ترضع حليمة السعدية فكان يعني مثل الرياض الأطفال أنه هو يعني هيك مشبهيها بالرواية. فهو عمره ثلاث سنوات نزل عليه جبريل أنه فتح صدره واستخرج نقطة سوداء من قلبه ورجع قلبه وما أعرف يعني قلب المفتوح هاي بولادته هاي بولادته صارت على أساس هاي بولادته مو لما كان عمره ثلاث سنين بالولادة أنا لما أنا قرأتها إنه عمره ثلاث سنوات يعني كان
فما اعرف هي بالولاده او بال3 سنوات يعني، فشيء يعني منافي للعقل يعني. هي روايات يعني لما تطرح لي هذه الروايه بدون ادله، يعني انا مثلا اطرح لك اقول لك كابتن ماجد يعني موجود، انا شفته مثلا يلعب، يعني شنو دليلك انه هو مثلا غير موجود يعني، انه هو مجرد شخصيه كرتونيه مثلا؟ يعني لازم انه انتم تخلون فد ادله او تتبعون في الطريقه منطقيه حتى انتم تصدقون هذا الشيء، واحنا ايضا يعني اللي خرجني من الدين حتى تقنعونا به في الطريقه منطقيه وادله علميه، ادله منطقيه تاريخيه انه تكون موثوقه حتى تصدقون هاي الخرافات اللي يستعرضها اني ولا سال ولا اي شخص الحد بسبب هذه الخرافات. في عندي صديق احمد بحيري عم بيقول كيفك صديقي، اليوم شفت كتاب بصراحه ما بعرف، انصعقت لما شفت، خطرت انت ببالي اسالك عنه، اسم الكتاب حكم النبي محمد لتولستوي. ما بصراحه عم بقول ما بعرف في هيك كتاب لتولستوي، ما بعرف، انا بصراحه ما لي سمعان فيه نهائيا يعني. يا اخي يا احمد انا اسف وبصراحه ما لي سمعان فيه. في تعليق كثير مضحك للاسف الشديد يعني من واحد بيساوي لونج از يو ان جاد، ما بعرف بطيخي، عم بقول يا ابو صلعه هي لي لا تضل الداس، ولا انت امس كنت تتكلم عن المثاليه واليوم بتحكي عن اخلاق، اعطيني صلعتك اتيمم بها وقت الحاجه. طيب شكرا شكرا كثير يعني، هذا مستواك انا اكيد. شو بتعلق على هيك هيك ناس يعني؟ انا هي اقل الشتائم، هي ذكرتها لانه اقل الشتائم طبعا. اعلق انه لو اعلق على هذا الشخص انه اذا انت كنت متبع الدين الاسلامي لماذا يعني لا تلتزم انت به، لانه مو المفروض وما بعثت الا ليتمم مكارم الاخلاق، فانت التزم بالاخلاق لان انت دينك انت ما ملتزم به، كيف تريدني انا التزم به واؤمن به؟ انت نفسك ما ملتزم به. ثاني شيء هذا دليل على الافلاس، افلاس ما عنده شيء يطرحه فيلجأ للسب، وهذا افلاس يعني ما عنده شيء هو يطرحه، ما عنده فد دليل او ما عنده فد امر يواجه به فكريا، فيطرح يلجأ لهذه الامور. بكل تاكيد اخي ادم، يعني انا وجه له الحديث له يعني اذا كنت رجل زلمه مثل ما بقوله بكل معنى الكلمه، تفضل واجهنا في مناظره واثبت انه دينك دين الحق، والشتائم كمان كلها نعرف نشتم، يعني انا بعرف اشتمك اذا بدك شتائم يعني بتهزك، بس ما راح انزل لمستواك لانه مستواك كثير منحط، وهذا يعني نعبر عن شيء بيعبر عن ثقافتك وعن دينك وعن قدوتك الحسنه، وهو محمد اللي انت تتبعه وتعتبره قدوه حسنه. يعني لو ما كان شتم ما كان شتم بصراحه يعني. فاهلا وسهلا شتوم من هون لبكره، يعني ما بقى تهمنا الشتائم، لانه الشتائم مثل ما قلت بتعبر عن شخصك انت وهذا كل شيء يعني. بس اذا كنت رجل، وانا بوجه الحديث هذا لكل المسلمين اللي بيدخلوا بيشتموا ومفكرين حالا فهلوية يعني، ويحطوا لك آيات قرآنية وبقول لك فلان أسلم، دعوا ناظرونا إن كنتم رجالا، وإن لم تكونوا بمستوى المناظرات اصمتوا اسكتوا وكسبوا مية وجهكم يعني، عيب عيب عليكم. طيب في جتني رسالة ثانية أظن، ما بعرف الفري مونكي عم بيقول في الصوت في مشكله، وبصراحه انا ما شايف اي في مشاكل يعني، عم نسمع بعض بوضوح وما في اي مشاكل. طيب اخي ادم، نحن وصلنا لنهايه الحلقه، واتمنى من اصدقائنا يعني يكونوا استفادوا يعني استمتعوا بهالحلقه هاي. بدي منك كلمه اخيره توجهها لجمهور البرنامج ان كانوا مؤمنين او ملحدين. اكيد طبعا اشكرك طبعا، وسعيد جدا لظهوري بالبرنامج،
كلمة أوجهها للناس جميعا، أنه إحنا نطرح طرح فكري مسنود بأدلة وبراهين علمية فكرية تاريخية من خلال دراسات، من خلال ثقافة. فإحنا لا نسيء لأحد، ولا هدفنا أن نسيء لأحد أو نسيء إلى مقدسات أحد أو شيء، لكن إحنا عانينا في بلادنا، عانينا في مجتمعاتنا، وفقدنا ناس انقتلوا، وناس من أقاربنا انقتلوا، وناس من أحبائنا انقتلوا، في كله في فكرة تقديس الدين والمقدسات وهذا. لذلك وصلنا إلى مرحلة أنه لازم نواجه هذا الأمر بالفكر. ولو عندكم فكر بالنسبة للناس اللي يقدسون الدين، لو عندكم فكر، لو عندكم أدلة وبراهين، واجهونا بالفكر. وأنا يعني أكثر الناس صدقوني، لو أن تواجهوهم بفكر مقنع أكيد راح يقتنعون. إحنا يعني نبحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وتحياتي للجميع طبعا، وأتمنى الكل يعني يتفاعل معنا. يعني هدفنا الحقيقة مثل ما بقول، وشغلة بتدخل العقل، يعني بالعقل، واجهونا بالعقل. إذا كان ديننا دين عقل، بكل تأكيد العقل لم يرفضه وراح يتقبله، ولكن إذا دينك كان منافي للعقل فالعقل أكيد راح ينفيه ولن يتقبله يعني. طبعا أنا بشكرك كثير أخي آدم. طبعا أخي أخونا آدم الخميس الجاي بنفس التوقيت راح يكون معنا كمان في طرحه بالموضوع الإعجاز العلمي. يا ريت تابعونا الخميس القادم مع أخونا آدم. شكرا لك كثير آدم، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.